ومعنا هاتفيا أستاذ إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ. أستاذ إسلام، بعد التحية، عدد القرى المستفيدة من مؤسسة حياة كريمة وهذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ؟ أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك. المشاهدين، مركز مطوبس بيتكون من 5 وحدات محلية، نعم، 18 قرية أم و 187 تابع، مستهدفين فيهم كل البنية التحتية والمرافق الخدمية، من صرف صحي ومياه شرب ومجمعات خدمية، بحيث المجمع الخدمي يتكون من شهر عقاري، وحدة محلية، وحدة شؤون اجتماعية، وحدة بريد. والصرف الصحي برضو شغالين على تمديد خطوط جديدة للقرى اللي ما كانش فيها صرف صحي، أو إنشاء محطات رفع وإنشاء محطات معالجة. برضو شغالين على محور الغاز، توصيل الغاز لكل أهالينا في جميع قرى مطوبس. شبكة الكهرباء بندعم الخطوط الموجودة حاليا وبنطورها وبنغير للجديد وبنزود أحمال المحولات. وشغالين كمان على رصف الطرق ومحور تبطين المجاري المائية في جميع قرى مطوبس، وشغالين على محور سكن كريم. نعم أستاذ إسلام، أيضا نسبة التنفيذ إلى أين وصلت؟ وأنتم من ضمن يعني محافظة كفر الشيخ لديها قرى من ضمن المرحلة الأولى التي تتجاوز نسبة الفقر فيها تقريبا 70%. مركز مطوبس يا فندم كان بيعاني على مستوى الحكومات المتتالية من تهميش، مع يعني تهميش غير مقصود. ولما تم اختيار مركز مطوبس كان تم اختياره على مستوى الفقر، مستوى الفقر اللي هو مستوى دخل المواطن، ومستوى الفقر المعنوي اللي هو مستوى فقر الخدمات. فكانت الخطة موضوعة بشكل متكامل ومتزامن، ان احنا خلال سنة او سنة ونص بالكثير هنحل كل المشاكل اللي انا قلتها لحضرتك. يعني مستهدف خلال سنة يا فندم هنكون مخلصين كل مركز مطوبس. نسب التنفيذ متراوحة بين يعني في مشاريع شغالين فيها على مستوى تنفيذ معديين 25% او داخلين على 50%، وفي مشاريع لسه بادئين فيها مستوى تنفيذ فيها حوالي 12% او 20%. الأستاذ إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، شكرا جزيلا لك.